السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي. عندنا إن شاء الله النهاردة مراجعة عامة على الوحدة الثانية، الغلاف الجوي وحماية كوكب الأرض. هنراجع على الدرس الثاني، تآكل طبقة الأوزون وارتفاع درجة حرارة الأرض. السؤال الأول، أكمل العبارات الآتية: يسمح الغلاف الجوي للأرض بنفاذ أشعة نقط، والأشعة ذات الأطوال الموجية نقط الصادرة من الشمس. تمام، يبقى يسمح الغلاف الجوي بنفاذ أشعة إيه؟ إيه الأشعة اللي تستنفذ من الغلاف الجوي؟ تمام، والأشعة ذات الأطوال الموجية الإيه؟ تمام، يسمح الغلاف الجوي للأرض بنفاذ أشعة الضوء المرئي. تمام، والأشعة ذات الأطوال الموجية القصيرة الصادرة من إيه؟ الشمس إلى الأرض. يبقى لازم الأشعة اللي تنفذ إلى الأرض تكون ذات أطوال موجية مالها؟ أطوال موجية قصيرة. طيب السؤال اللي بعده، من أمثلة الغازات الدفيئة نقط ونقط ونقط. قلنا الغازات الدفيئة هي التي تعمل على زيادة درجة حرارة سطح الأرض وتسبب ظاهرة الاحتباس الحراري. زي إيه الغازات الدفيئة؟ إحنا أخدنا عندي كذا مثال للغازات الدفيئة، هنا طالب مني 3 أمثلة. كتبنا ثاني أكسيد الكربون، تمام، مركبات الكلوروفلوروكربون، وبخار الماء. ممكن نكتب أي 3 أمثلة تاني غير دول. طيب، توجد طبقة الأوزون في نقط ويبلغ سمكها حوالي نقط. توجد طبقة الأوزون في أنهي طبقة من طبقات الغلاف الجوي سنة تانية؟ أنهي طبقة من طبقات الغلاف الجوي توجد فيها طبقة الأوزون، وكم سمك طبقة الأوزون؟ طبعاً توجد طبقة الأوزون في الستراتوسفير، الطبقة الثانية من طبقات الغلاف الجوي، ويبلغ سمكها حوالي 20 كيلو متر. لو نفتكر قلنا إن هي تمتد من ارتفاع 20 كيلو متر فوق سطح البحر إلى كيلو متر، من 20 لـ40، يعني سمكها كام؟ حوالي 20 كيلو متر. ده بالنسبة لطبقة الأوزون. السؤال اللي بعده، الأشعة البنفسجية لها تأثير نقط، بينما الأشعة تحت الحمراء لها تأثير نقط. إيه تأثير الأشعة البنفسجية؟ أو الأشعة سوري الفوق بنفسجية، الأشعة الفوق بنفسجية لها تأثير كيميائي. تمام، عشان كده تصيب الإنسان لو تعرض للأشعة فوق البنفسجية الضارة بالعديد من الأمراض. بينما الأشعة تحت الحمراء لها تأثير حراري، عشان كده في الأشعة تحت الحمراء اللي هي ذات الأطوال الموجية الكبيرة، تمام، تسبب رفع درجة الحرارة. يبقى الأشعة فوق البنفسجية لها تأثير كيميائي، بينما الأشعة تحت الحمراء لها تأثير حراري. يلا نشوف السؤال مع بعض. من أخطر التهديدات التي تواجه كوكب الأرض منذ منتصف القرن العشرين، ظاهرة نقط وظاهرة نقط. ايه الظاهرتين اللي بيهددوا كوكب الارض؟ طبعا كلنا خلاص عرفناهم، ظاهرة تآكل طبقة الاوزون وظاهرة الاحترار العالمي. تمام، بما ليهم هما الاتنين طبعا من اثار سلبية خطيرة على كوكب الارض والكائنات التي تعيش على سطح الارض. السؤال اللي بعده برضو اكمل، تقدر درجة الاوزون بوحدة نقط، بينما يقدر الطول الموجي بوحدة نقط. هو هنا بيسألني على وحدات القياس، ايه وحدة قياس درجة الأوزون وايه وحدة قياس الطول الموجي؟ تمام، وحدة قياس درجة الأوزون زي ما عرفناها طبعا هي ايه؟ هي الدوبسون، ووحدة قياس الطول الموجي نانو متر. تمام، وعرفنا ان النانو متر دي عبارة عن كام؟ عبارة عن 1 × 10⁻⁹ متر. السؤال اللي بعده، السؤال الثاني، اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات الآتية. يلا نركز في الأسئلة سنة تانية. أول سؤال بيقول لي الارتفاع المستمر في متوسط درجة حرارة الهواء القريب من سطح الأرض. إيه ده؟ ده تعريف إيه ده يا سنة تانية؟ ده تعريف الاحترار العالمي. طيب السؤال اللي بعده، جزيء يتكون من اتحاد ذرة عنصر مع جزيء نفس العنصر. ايه الجزيء عندي اللي بيتكون من اتحاد ذرة عنصر مع جزيء نفس العنصر؟ يعني عبارة عن 3 ذرات من العنصر، طبعا هو جزيء غاز الأوزون. تمام، بيتكون من اتحاد
ذره اكسجين مع جزيء اكسجين فبيديني O3 اللي هو جزيء غاز الاوزون. السؤال الثالث، ضع علامه صح امام العباره الصحيحه وعلامه خطا امام العباره الخاطئه. نقرا العباره كويس يا سنه تانيه عشان ايه نعرف نجاوب اجابه صحيحه. اول سؤال، تمتص طبقة الأوزون الأشعة فوق البنفسجية المتوسطة بنسبة 95%. يبقى الإجابة هنا صح ولا غلط؟ احنا قلنا عندي 3 أنواع من الأشعة فوق البنفسجية، القريبة والبعيدة والمتوسطة. هنا بيقول لي تمتص طبقة الأوزون الأشعة فوق البنفسجية المتوسطة بنسبة 95%. احنا قلنا مع بعض يا سنة تانية ان الاشعة القريبة تمام تنفذ بنسبة 100% عشان دي اشعة غير ضارة بل بالعكس مفيدة للكائنات الحية. عندي الاشعة المتوسطة تنفذ بنسبة 5% تمام، والاشعة البعيدة لا تنفذ بنسبة 100%. معنى تنفذ، هنا بيسألني على المتوسطة، معنى انها تنفذ بنسبة 5% ان هي ايه تمتص بنسبة 95%، تبقى الاجابة ايه او العبارة صحيحة. العبارة صحيحة، معنى تمتص يعني لا تنفذ. ناخد بالنا عشان لو حصل تبديل في صيغة السؤال، تمتص او تمتص طبقة الاوزون عكس ايه لا تنفذ طبقة الاوزون. طيب، تنتج الهالونات من احتراق وقود الطائرات الأسرع من الصوت. احنا قلنا عندنا في ملوث بينتج من احتراق وقود الطائرات الأسرع من الصوت. هنا بيسألني بيقول لي هل هو اسمه الهالونات؟ هل يا سنة تانية بتنتج هالونات من احتراق وقود الطائرات الأسرع من الصوت؟ طبعا ايه؟ خطأ، تنتج أكاسيد النيتروجين. أكاسيد النيتروجين تنتج من احتراق وقود الطائرات الأسرع من الصوت وليس الهالونات. السؤال اللي بعده، تزداد درجة حرارة الأرض نتيجة زيادة نسبة غاز الأكسجين في الغلاف الجوي. غاز بيسبب زيادة درجة حرارة الأرض، يعني ده من الغازات الدفيئة. طيب، هل غاز الأكسجين يا سنة تانية من ضمن الغازات الدفيئة اللي اتكلمنا عنهم؟ طبعا ايه؟ طبعا خطأ، طبعا خطأ. السؤال اللي بعده، الأشعة فوق البنفسجية القريبة لها تأثير ضار على الكائنات الحية. لسه قايلاها يا سنة تانية، هل الأشعة فوق البنفسجية القريبة لها تأثير ضار؟ طبعا ايه؟ خطأ. الأشعة فوق البنفسجية القريبة هي النوع الأشعة الوحيد من الأشعة فوق البنفسجية اللي له تأثير مفيد للكائنات الحية، عشان كده ينفذ من طبقة الأوزون أو من الغلاف بنسبة 100%. طيب، الطول الموجي للأشعة تحت الحمراء أكبر من الطول الموجي لأشعة الضوء المرئي. الأشعة تحت الحمراء هل طولها الموجي أكبر من الطول الموجي لأشعة الضوء المرئي؟ يلا نفكر يا سنة تانية، تبقى طبعا العبارة دي ايه؟ العبارة صحيحة، عشان كده الأشعة تحت الحمراء عشان طولها أكبر من الطول الموجي أو طولها الموجي كبير لا تستطيع النفاذ من الغلاف الجوي فتظل محبوسة في التروبوسفير وتسبب ارتفاع درجة الحرارة. السؤال اللي بعده، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. لازم نقرأ السؤال ونقرأ الاختيارات بتركيز. أول سؤال، تقدر درجة الأوزون بوحدة نقط. وحدة قياس درجة الأوزون، هل الكيلوغرام ولا الدبسون ولا النانومتر ولا السنتيمتر؟ طبعا وحدة قياس درجة الأوزون هي إيه؟ هي الدبسون. كل مما يأتي من أمثلة الغازات الدفيئة ما عدا. طيب، N2O، CO2، O2 ولا CH4؟ هل أكسيد النيتروجين ولا ثاني أكسيد الكربون ولا أكسيد النيتروز ولا ثاني أكسيد الكربون ولا الأكسجين ولا الميثان هو اللي مش من ضمن الغازات الدفيئة؟ طبعاً O2 اللي هو الأكسجين ليس من الغازات الدفيئة، تمام؟ السؤال اللي بعده،
اختار الإجابة الصحيحة، يوجد ثقب الأوزون فوق خط الاستواء، القطب الشمالي، القطب الجنوبي، أمريكا الجنوبية. أين يوجد خط ثقب الأوزون؟ طبعا يوجد فين؟ فوق القطب الجنوبي. السؤال اللي بعده، تعرف نقط تجاريا باسم الفريونات، هل الهالونات دي الأسماء العلمية للمركبات، في واحد منهم تجاريا اسمه فريونات، هل الهالونات ولا مركبات الكلوروفلوروكربون ولا الهيدروكربونات ولا الايروسولات؟ طبعا مين اللي هي الفريونات؟ مركبات الكلوروفلوروكربون، دي تعرف تجاريا باسم ايه؟ الفريونات. السؤال اللي بعده، السؤال الخامس، علل لما ياتي، التزايد المستمر في نسبة غاز ثاني اكسيد الكربون في الهواء الجوي، ايه سبب التزايد المستمر؟ احنا لسه مجاوبين نفس السؤال بالظبط، بسبب التزايد المستمر في قطع الاشجار وحرائق الغابات وحرق الوقود الحفري اللي هو الفحم والبترول والغاز الطبيعي، تمام؟ دي كلها بتسبب زيادة نسبة ثاني اكسيد الكربون. السؤال اللي بعده، تكون علل لما ياتي، تكون طبقة الاوزون في الستراتوسفير، ليه طبقة الاوزون بتتكون في طبقة الاستراتوسفير؟ ليه ما تتكونش في أي طبقة؟ إيه الإجابة يا سنة الثانية؟ الإجابة ألف، لاحتوائها على كمية مناسبة من غاز الأكسجين، وأنا عارف إن غاز الأوزون طبعاً بيتكون من 3 ذرات أكسجين، يبقى لازم يكون عندي كمية من غاز الأكسجين وده بيتوافر في الاستراتوسفير. طيب إيه السبب الثاني؟ لأنها أول طبقة من طبقات الغلاف الجوي تقابل الأشعة الفوق بنفسجية الصادرة من الشمس. طيب احنا عارفين ان انا عندي الاكسجين بيكون جزيئات O2، ولازم O2 زي ما احنا عرفنا ازاي بيتكون غاز الاوزون، لازم جزيئات الاكسجين دي تنكسر الرابطة بينها عشان احصل على ذرات اكسجين حرة. مين اللي هيعمل لي تكسير للروابط بين جزيئات الاكسجين؟ اللي هي الأشعة الفوق بنفسجية. يبقى انا عشان يتكون عندي غاز الاوزون محتاج حاجتين، محتاج اكسجين واشعة فوق بنفسجية، وطبقة الاستراتوسفير هي اللي بتحتوي على كلاهما، تحتوي على كمية مناسبة من غاز الاكسجين، واول طبقة من طبقات الغلاف الجوي تقابل الاشعة الفوق بنفسجية الصادرة من الشمس، عشان كده طبقة الاوزون بتتكون في استراتوسفير. السؤال اللي بعده، علل لما يأتي، وقف إنتاج طائرات الكونكورد اللي هي الطائرات الأسرع من الصوت، ليه توقف إنتاجها؟ بتعمل إيه أو إيه الآثار السلبية لطائرات الكونكورد دي؟ لأنه ينتج عن احتراق الوقود بها أكاسيد النيتروجين. طيب أكاسيد النيتروجين دي بتعمل إيه؟ تسبب تآكل طبقة الأوزون، عشان كده توقف إنتاج طائرات الكونكورد للحفاظ على طبقة الأوزون وحمايتها من التآكل. السؤال اللي بعده، علل ذوبان جليد القطبين الشمالي والجنوبي، إيه سبب ذوبان الجليد؟ تمام، بسبب الارتفاع المستمر في درجة حرارة الأرض نتيجة زيادة نسبة الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي للأرض. يبقى يذوب، يحدث ذوبان لجليد القطبين بسبب ارتفاع درجة الحرارة المستمر، والارتفاع المستمر ده بيحصل بسبب ايه؟ بسبب زيادة نسبة الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي للأرض. السؤال السادس، ما النتائج المترتبة على كل مما يأتي؟ أول سؤال، تآكل طبقة الأوزون، ايه النتائج اللي هتحصل لو حدث تآكل أو نتيجة تآكل طبقة الأوزون؟ نفاذ الأشعة الفوق بنفسجية الضارة اللي هي المتوسطة والبعيدة الصادرة من الشمس إلى سطح الأرض. احنا لسه قايلين إن طبقة الأوزون دي درع واقي تحمي الكائنات الحية من الأشعة الفوق بنفسجية الضارة اللي هي المتوسطة والبعيدة. طيب لو تآكلت طبقة الأوزون دي حصل فيها ثقب، هيبقى ايه؟ هتنفذ الأشعة الضارة إلى الكائنات الحية. طيب، وإصابة الكائنات الحية على سطحها بالعديد من الأمراض، قلنا عشان
الأشعة البنفسجية الضارة دي لها تأثير كيميائي، فبالتالي تصاب الكائنات الحية بالأمراض. السؤال اللي بعده، عدم نفاذ الأشعة تحت الحمراء من تروبوسفير إلى الفضاء الخارجي، إيه النتائج اللي هتحصل لو الأشعة تحت الحمراء دي لم تنفذ إلى الفضاء الخارجي؟ وده اللي حصل للأسف، ارتفاع درجة حرارة الأرض، تمام، بسبب التأثير الحراري للأشعة تحت الحمراء، يعني حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري، تمام. احنا قلنا الأشعة تحت الحمراء دي ذات تأثير حراري، طيب بقائها في التروبوسفير أو احتباسها في التروبوسفير وعدم نفاذها إلى الفضاء الخارجي يسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض اللي هي ظاهرة الاحتباس الحراري التي تؤدي لحدوث ظاهرة الاحترار العالمي. السؤال اللي بعده، ما النتائج المترتبة على ظاهرة الاحترار العالمي؟ انصهار جليد القطبين. طيب انصهار جليد القطبين بسبب ارتفاع مستمر في درجة الحرارة، وهذا يؤدي إلى بعض المناطق الساحلية، تمام، ارتفاع منسوب المياه يؤدي لغرق بعض المناطق الساحلية وبالتالي اختفائها تماما، وانقراض بعض الحيوانات القطبية مثل الدب القطبي وفيل البحر، ده كله بسبب انصهار جليد القطبين. طيب ايه النتيجة التانية؟ حدوث تغيرات مناخية حادة، مش تغيرات عادية، لا دي تغيرات حادة، مثل ايه؟ مثل حدوث الأعاصير الاستوائية، موجات الجفاف، حرائق الغابات، والفيضانات المدمرة، كل ده يا سنة تانية نتيجة ايه؟ ظاهرة الاحترار العالمي اللي هو يحدث بسبب ارتفاع درجة الحرارة. تعالوا نشوف السؤال السابع، اذكر اخطر ملوثات طبقة الأوزون. طيب المفروض نكون حافظينهم كلهم طبعا يا سنة تانية، ملوثات طبقة الأوزون التي تسبب تآكل طبقة الأوزون. عندي مركبات الكلوروفلورو كربون، غاز بروميد الميثايل، أكسيد النيتروجين، والهالونات، تمام؟ دول ملوثات طبقة الأوزون. السؤال الثامن، أذكر أهم الغازات الدفيئة. يبقى أنا عندي أربع ملوثات لطبقة الأوزون لسه متكلمين عنهم، دلوقتي بيسألني على الغازات الدفيئة. غاز ثاني أكسيد الكربون CO2، مركبات الكلوروفلورو كربون، تمام، دي مشتركة بين الغازات الدفيئة وملوثات الأوزون اللي هي CFCs، وغاز الميثان CH4، أكسيد النيتروز N2O، وبخار الماء H2O، تمام. عندي دي أهم الغازات الدفيئة التي تسبب ارتفاع درجة الحرارة، تمام. السؤال اللي بعده، السؤال التاسع، اشرح كيف يتكون غاز الأوزون. مسكتش، مش كده السؤال، لا، مع التوضيح بالمعادلات، يبقى أنا أشرح، تمام، وأوضح بالمعادلات. ممكن يقول لي وضح بالمعادلات كيف يتكون غاز الأوزون، يبقى هنا مش مطلوب مني شرح، مطلوب مني أكتب المعادلات فقط. هنا بيقول لي اشرح مع التوضيح بالمعادلات، يعني مطلوب شرح ومعادلات. تعالوا نشوف إيه الخطوات اللي بيتكون فيها غاز الأوزون. أولا، تمتص جزيئات غاز الأكسجين الأشعة فوق البنفسجية UV الألترا فايلوت، فتنكسر الرابطة في كل جزيء أكسجين O2 لتعطي ذرتي أكسجين حرتين 2O. أنا هنا الكلام خطأ، طبعا تكوين غاز الأوزون زي ما احنا عارفين بيحصل في طبقة ستراتوسفير، وعرفنا ليه مع بعض. طيب جزيئات الأكسجين الموجودة هناك هتمتص الأشعة الفوق بنفسجية اللي هي UV، ادي جزيئات الأكسجين O2، تمام، هتمتص UV، هينتج ايه؟ هيحدث تكسير للرابطة في جزيئات الأكسجين، هيديني ذرتين حرتين O+O، كده عندي ذرات أكسجين حرة. طيب ايه الخطوة التانية؟ ثانيا، تتحد كل ذرة أكسجين حرة، تمام، اللي هي نتجت لي في الخطوة الأولى، مع جزيء أكسجين O2، يبقى O هتتحد مع O2 فتتكون جزيئات غاز الأوزون O3.
اه هنا عندي O2 جزيئات اكسجين ما حصلش تكسير للرابطه ففضلت زي ما هي O2 زائد O اللي هي ذره اكسجين حره O2 زائد O هينتج ايه O3 اللي هي جزيء غاز الاكسجين. تمام، يبقى عرفنا خطوات تكوين غاز الاوزون وده بيحصل في طبقه ستراتوسفير. كانت معاكم الاستاذه رويده احمد محمد، اتمنى لكم النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.